طيب الدايمنشنز بتاعت البرميابيليتي ايه؟ هنري بير ميتر. هنري بير ميتر. ونفس الاسلوب برضه هي ميو في ميو ار. الميو نود ده البرميابيليتي كونستنت. هيبقى ليه رقم ثابت. طب بيساوي ايه الرقم الثابت ده؟ قال لك الميو نود دي بتساوي 4 باي في 10 باور ماينس 7. الميو نود ايكوال تو 4 باي في 10 باور ماينس 7 هنري بير ميتر. طيب يبقى مين الميو ار؟ ريلاتيف برميابيليتي كونستنت. يبقى اذا الميو ار بتساوي ريلاتيف برميابيليتي كونستنت. طب والدايمنشنز بتاعتها ايه؟ دايمنشنز. يبقى زي ما كان عندك دي بتساوي ابسلون نود او ابسلون اي، فاحنا عندنا برضه في الماجنتو ستاتيك البي بتساوي ميو في الاتش. والميو يعني ميو نوت في ميو او. معظم المعادن على فكره الماتيريالز بتتميز يعني الويت وهي بتنتشر ما تعرفش انت بني ادم ولا خشب ولا حيطه ولا لوح. ما اقصدش قوي يعني. الويف ما تعرفناش احنا بني ادمين ولا لا، ده اكيد طبعا. هي تعرف انا كماتيريال كماده جلدي ده ليه ابسلون بكام؟ وليه ميو بكام؟ العظم بتاعي ده ليه ابسلون بكام؟ وليه ميو بكام؟ عين ليها ابسلون وميو، المخ ليها ابسلون وليها ميو. ودي دراسات اتعملت في الاتجاه في الموضوع ده وقدروا يعرفوا كل حاجه في جسم الانسان ليها ميو كام وليها ايبسلون بكام. وطبعا على الخشب والبلاستيك والجلاس والووتر كل حاجه. فور فري سبيس لو انا بتكلم على الهواء فالميو ار بتساوي واحد والابسلون ار بتساوي واحد. ابسلون ار بتاع الزمن ابسلون ار بواحد والميو ار بكام؟ لو انا شغال فري سبيس. لكن لما اتعامل مع ماتيريالز بقى تانيه فكل ماتيريال ليها ميو ار وليها ابسلون ار. غالبا الاختلاف الكبير بيبقى في الابسلون ار. لكن الميو ار اختلافاتها بتبقى ضعيفه ونادره جدا. عشان كده عندنا ماتيريالز كتيره قوي بنسميها نون ماجنتيك ماتيريال. خلي الاكسبريشن ده في دماغك. نون ماجنتيك ماتيريال. الماتيريالز دي بتبقى المقصود بيها ايه؟ ان الميو ار بتاعت الماتيريالز دي بواحد. يعني عندنا زي الهواء في الحكايه بالنسبه للماجنتيك. يبقى معظم الماتيريالز بتبقى نون ماجنتيك ماتيريالز وخاصة المواد العازلة زي الخشب والبلاستيك والجلاس. نون ماجنتيك ماتيريالز يبقى ليها ميو ار بكام؟ بواحد. لكن لو خدنا الجلاس والخشب هنلاقي دي ليها اكس نار ودي ليها اكس نار مختلفه تماما. اوكي؟ طيب ناخد بقى از اكزامبل لواير عايزين باستخدام بايو سبورت لو نحسب الماجنتيك فيل عند نقطه معينه.
واي بلين. اي نقطه بقى على الاكس واي بلين؟ طب اي نقطه موجوده على الاكس واي بلين؟ يبقى هي دي اوبسرفيشن بوينت. طب لو انت موصل لاين من اي نقطه على الاكس واي بلين لحد الاوريجن زيرو، الفيكتور ده بنسميه رو. يبقى اذا الفيكتور ده دلوقتي رو في اتجاه الايرو. رو في اتجاه الايرو بيبقى عامل انجل قد ايه مع الاكس؟ فاي. فاي. يبقى المفروض الانجل دي فاي. طيب طول الواير ده مش محدد، هو من زد واحد لزد اتنين وخلاص. وقال لك ان الكرنت ديو تو الكرنت فيلمنت ايه؟ يعني ايه كرنت فيلمنت دي؟ فيلمنت المقصود بيها ان هو ايه؟ رفيع جدا جدا جدا. كرنت فيلمنت واير يعني نقصد ان الواير ده رفيع جدا لدرجه تقريبا ملوش سمك. يبقى هو عباره عن ايه؟ لاين بس. يبقى نعوض في هذه القانون بتاع بايو سابار. اول قانون استخدمناه، واول قانون كان بيقول ايه؟ ان الاتش ماجنتيك فيلد انتنستي هتساوي الانتجريشن في الاي دلتا ال 1 كروس برودكت الفيكتور ار ماينس الفيكتور ار داش اوفر 4 باي في الماجنتيود بتاع الفيكتور ار سمول ماينس الار سمول اتش. ادي القانون العادي. ايه؟ كيو. ده الامتحان. نزلت في الامتحان بقى وناقص درجات. طيب نقارن بقى الزبونز اللي كان عندنا هنا بالمساله. نمسك اول حاجه. مين هو الفيكتور ار سمول؟ كان من الاوريجن لحد مين؟ لحد البي اللي هي اوبسرفيشن بوينت. طيب ادي الاوريجن وادي الاوبسرفيشن بوينت. يبقى الار سمول ده اللي هو مين؟ رو في اتجاه الايرو. طيب مين هي الار داش؟ من الانتنه او سوري من الواير لحد ايه؟ من الواير لحد الاوريجن. مش كانت من الانتنه للاوريجن؟ طيب ادي الاوريجن. ده الاوريجن بتاع الكوردينيت وادي الاليمنت نتس اللي انا هاخده للانتنه. يبقى الكون ده اللي هو مين دلوقتي؟ هتقول ده الفيكتور ار ده الار داش. يبقى كله زد داش في اتجاه الزد. يبقى اذا الفيكتور ار عباره عن زد داش في اتجاه الزد. طب والدلتا ال؟ دلتا زد داش في اتجاه الزد. دكتور هو مش عادي المفروض النقطه من زيرو لبوينت بي دي ار مش ار داش؟ اه سوري من الاوبسرفيشن بوينت ¡Gracias!
وبعد كده